ليه أحمد العوضي ما راحش فرح مخرج حق عرب؟ مخرج مسلسل حق عرب بيتجوز وأحمد العوضي ما حضرش الفرح، يا ترى إيه الأسباب؟ إسماعيل فاروق مخرج مصري بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج في وكالة طارق نور للإعلان، واشتغل مع طارق نور شوية وبعد كده اتنقل للقناة الفضائية المصرية، اشتغل فيها كمخرج برامج، وبعد شوية راح قناة دريم وروتانا واشتغل مخرج برموشن، لكن مع كل ده ما كانش لسه حقق شغفه وحلمه إنه يبقى مخرج في الفن، وجات له الفرصة عشان يشتغل أول فيلم سينما بعنوان 90 دقيقة، واللي كان من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وسامو زين وزينة، ومن وقتها عمل أفلام كتير زي ولاد البلد وعبد موتة والقشاش وواحد صعيدي، وكمان عمل مسلسلات كتير في التلفزيون زي مسلسل الأخ الكبير بطولة النجم محمد رجب، وآخر مسلسل عمله اللي نجح وكسر الدنيا كان مع النجم أحمد العوضي، وهو مسلسل حق عرب اللي تفاعل مع الناس في كل حتة حتى على القهاوي. مسلسل حق عرب بقى شبه مسلسل جعفر العمدة في حاجة مهمة، وهي إن السنة اللي فاتت كان لحد الحلقة الثامنة ما كانش كل الناس بتتفرج عليه، وكان لسه ما خطفش الترند أو مشاهدات الناس في الشارع، لكن من بعد الحلقة الثامنة المسلسل راح في حتة تانية، وده نفس الكلام اللي حصل مع مسلسل حق عرب. المسلسل بدأ بجد من الحلقة 13 وراح لحتة تانية، واللي ما كانش بيشوف المسلسل من الأول بدأ يتابعه من كلام الناس عنه، وكل يوم الحلقات بتكون مشوقة أكتر وأكتر عن اليوم اللي قبله. المسلسل بصراحة قصته حلوة ومتنفذة حلوة جدا، لا فيها تكرار ولا ملل. حق عرب قصته جاية من الشارع وبيحكي كل حاجة عن المواطن في المناطق الشعبية وعن الصحوبية والجدعنة، وفي نفس الوقت بيبين الصراع اللي بيحصل في المناطق دي، وده عن طريق شخصية عرب السوركي الشاب المصري المجدع الأصيل ابن البلد. دي من الشخصيات اللي بيحبها الجمهور في الشارع المصري، وخصوصا بعد ما تقال إن أحمد العوضي قدر يثبت للكل إنه معلم في التمثيل، مش بيمثل وبيلمع بس مع ياسمين عبد العزيز، رغم إننا زعلانين إنهم انفصلوا فنيا، بس ده ممكن يكون مفيد للاتنين علشان التكرار بيزهق الجمهور. حق عرب كان علامة في الشارع المصري ومسلسل له مكانة من أهم المسلسلات، وما بقاش مجرد مسلسل في رمضان والسلام ولفت نظر الناس كلها ليه، وقدر إسماعيل فاروق يثبت نفسه بالمسلسل ده، وشفنا مبارح فرحه واللي حضروا مجموعة كبيرة من النجوم، وسلوى عثمان فضلت تبعت له وتقوله ما ينفعش إحنا اللي نستناك، بس الغريب إن العوضي ما حضرش الفرح، والناس كلها استغربت إزاي العوضي ما جاش، ولحد دلوقتي ما عندناش أي معلومة عن الموضوع ده وليه العوضي ما حضرش الفرح. تفتكروا انتوا إيه الأسباب اللي خلت العوضي ما يجيش الفرح؟ وما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن علشان يوصل لكم مننا كل جديد.